خد يا هنيه وبلاش البعزاجه اللي انت فيها دي، تفتحهاش على البحري. يا اختي بحري؟ هي بقى فيها بحري وابلي؟ يا راجل ده انت نشفت الدم في عروقنا. ان كان على حبه الذهب اللي جبتهم من جار ابويا كان زمانك خدتهم وبعتهم وخليتني على الحديده. هات احكي لي يا امه، اي نجاح؟ خدت الابتدائيه الاثريه. مبروك يا دناي، الف مبروك يا حبيبي. الله جار. ايه يا اب انت مش سمعنا ولا ايه؟ ادي نجحت يا اب. ايوه ادي المصاريف اللي نازله على دماغك يا قبيصي. ده بدل ما تفرح بالواد وتقول له مبروك. هو انا مش فرحان يا هنيه؟ يعني لو كان سقط كان احسن. لو سقط كان هيوقف معاه في الغيط، مش ده المهم. المهم دلوقتي هيكمل علامه ولا مش هيكمل؟ اكمل يابا طبعا، امال هشتغل مدرس الزامي ولا ايه؟ شوف يا زغلول، لو عاوز تكمل علامك تلم ايدك شويه، بلاش البعزاجه اللي انت فيها دي. يابا حرام عليك، ده اجل واحد بيصرف في المعهد. يابا يا ابني يا حبيب قلبي، هو انا بحوش عنك حاجه؟ ما هو كله في الاخر ليك، بس في حاجه اهم من حاجه. يا راجل يا راجل خليك حلو، امال الفلوس على قلبك قد كده؟ لسه بايع الغله ب20 جنيه. ايوه ولازمني فوقيهم فلوس عشان اشتري ال 12 جراط بتوع شيخ البلد. انا لو منك ما اشتريهمش، خليني باللي حدايا احسن. تاني يا هنيه اللي هنقوله ونفضل نعيده ونزيده هعلمك لغايه امتى؟ ال 12 جراط الحد في الحد، والشيخ الطويل مزنوق اليومين دول، نسيب الارض تروح بره. لا طب وايه العذر الشيخ احمد الطويل يا العذر؟ العذر البحبحه اللي هو عايشها فاتح على البحري، عشان كده انا بقول نلم ايدينا احسن. طب فضها زينه بقى، خلينا نفرح بالواد زغلول. مبروك يا زغلول، عقبال الكفاءه يا ولا والبكالوريا. متولي انا سامعه زغاريت في درج باس. يظهر النتيجه طلعت وزغلول نجح. يبقى امين خد الابتدائيه الازهريه، عقبال الكفاءه والبكالوريا. بتزغرتي على ايه يا حبيبه؟ احنا لسه عرفنا حاجه. هو معقول زغلول ياخدها وامين ما ياخدهاش؟ شويه كده وتلاقي حد منهم جاي يبشرنا. واني هيجيني طقطانه؟ استنى اني هروح اطمن بنفسي. اذا كان ابنك ولا همه، طول النهار قاعد في الغيط، تاني قلبه واكله، وكل شويه ينزل الزجازيج يسال عن النتيجه. ما قلتليش يا دناي، امين الشعراوي عمل ايه؟ عمل ايه يعني؟ اذا كان زغلول نجح، امين مش هينجح؟ يا سلام، طب هو ما نجحش يا هو. ايه يالا سقط ولا ايه؟ لا يعني هو لا سقط ولا نجح، يعني زي ما تقول كده حجبوا النتيجه بتاعته. حجبوا النتيجه؟ ما تتكلم بالعربي يا والد. يعني اجلوها يا هم، كتبوا قدام اسمه تؤجل اعلان نتيجته. حاجه غريبه، اول مره اسمع حكايه زي دي. كلهم بيقولوا ما حصلتش في المعهد قبل كده. ده ابوه لو عرف الحكايه دي هتبقى حالته حاله. احنا مالناش دعوه، ولا شفنا ولا سمعنا حاجه. وفي ايه لما اقول لمتولي الشعراوي عشان بطل يتأمع بحكايه ابنه دي؟ زمان امين جاي دلوقتي عشان يسالني عن النتيجه، اقول له انا يا اما؟ لا لا انت ولا ابوك. ايوه يقولوا شمتانين فين؟ اوعوا تتكلموا في حاجه خالص خالص. ايوه اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبي. عوافي يا هنيه. اهلا يا يا عافيتي يا اختي اتفضلي. انا جايه ابارك وهني. الف مبروك. تباركي على ايه يا اختي؟ لزغلول على الابتدائية الأزهرية. أيوة النتيجة لسه ما ظهرتش. لسه ما ظهرتش يا أختي، زغلول لسه راجع، بقول لسه ما ظهرتش. إيه؟ أمال الزغاريت اللي أنا سمعتها دي إيه؟ إيه؟ الزغاريت بشرة خير يا أختي. كده؟ أمال قالوا لك يا زغلول النتيجة هتظهر إمتى؟ هو لسه ما حدش عارف حاجة، انما قريب يعني في خلال يومين جايين ان شاء الله. كلامهم كده مش مساوي، حاسه انهم مخبيين حاجه. حاجه ايه؟ يكون امين سقط يا متولي. لو كان امين سقط دي اللي مش هيقدروا يخبوها، هتطلع منهم غصب عنهم. ما هو برضه لو كان نجح كانوا قالوا وهتبقى بجميلة. رايح فين؟ اعرف ايه الحكاية؟ ما دام ابنك مش حاسس بالدنيا ولا كان الامر يهمه.
يعني هو ابو زغلول هاي صرحك؟ ما كان قال لي انا مش رايح لكوبيسي، هننزل على المعهد في الزقازيق. يا متولي احنا داخلين على اذان الظهر، على ما تطلع على السكه الطوالي وتلاقي مواصله للزقازيق توصل بعد المغرب. خليها لبكره، الصباح رباح، تصلي الفجر وتتكل على الله. هتبقى ليلة طويلة يا حبيبة، ربنا يجيب العاقب سليمة. لو سمحت يا ابني. نعم يا مولانا. ده جادوس سكتها منين؟ ده جادوس، ده سكتها سهل قوي يا مولانا. بص معايا يا مولانا، هتلاقي فيه مدق هناك اهو، حدا غرزة ابو دوم، انزل هناك وخد في وشك على طول يا مولانا، هتلاقي الجميزة. خلي الجميزة مكانها وامشي انت على طول، خرم شمال هتلاقي الترعة، خليها على ايدك اليمين وخد في وشك طوال يا مولانا، هتوصل بإذن الله. ايه اللخبطة دي يا ابني؟ وفين غرزة ابو دومة دي؟ انت باين عليك ما نزلتش العب ده قبل كده. اول مرة يا ابني. هناك ايه ورا الصفصفة العالية. طيب يا ابني متشكر، سلام عليكم. مع الف سلامة يا مولانا. كل ده النفر بتاعك بيجيب الجريدة؟ ما هيلف كبيري على بال ما يلف من الطريق الطوالي. هو السكة الجديدة اللي بيقولوا عليها هيعملوها امتى؟ الله اعلم. انا سألت البياضي قال لي إن ما فيش حاجة وصلت عندهم المساحة ولا حتوصل، الحكومة يومها بسنة. انت اللي النفر بتاعك يومه بسنة، تلاقيه عدى على جاوة ابو دومة عشان يعدل دماغه قبل ما يجي. ده نقطع رقبته، اللي عامل ابو دومة ملوش عيش عندي. انا مش عارف ابو دومة دهن حدف علينا من انهي دهية. ما هو بردك من دقدوس ولا حتتبروا منه؟ بس مش قاعد فيه، بيطلع من السجن يدخله تاني. انا مش فاهم اللي زي دي، ليه الحكومة ما تخليهوش في السجن لحد ما ينتهي اجله زي زناتي ابن مسعود؟ وزناتي مات قبل ما يقضي مدته بشهر. وكان هيطلع زي اليومين دول. ولو طلع وربنا مد في اجله كان ولاد الشافعي هيسيبوه؟ حتما كانوا هياخدوا طلبهم واتحاكم عليه وقعد كام سنة في السجن. عايزين منه التاني. يا ابني الحكومة ما بتاخدش بطر حد، ولاد الشافعي لازم ياخدوا طرهم من ولاد مسعود. ايوه، وبعد كده ولاد الشافعي يردوا عليهم ونرجع زي زمان، كل يوم والتاني قتيل. احنا لازم نجيب العيلتين ونعمل لهم مجلس صلح، وحكاية الطر دي يفضوها. يا ريت ربنا يصلح الأحوال. يا متولي يا شعراوي. يا سالم ولا يا سالم؟ امر عامل حاجه؟ انت فين يا ولد؟ اللي بينادي ديه يقول له متولي ما جاش النهارده، يلقاه في الدار ولا في الغير؟ قلت له يا عم الحاج. هو مين اللي عاوزه؟ ده راجل غريب ما شفتوش قبل كده، يظهر والله هو اعلم ان هو شيخ من الازهر. طب قول له يتفضل يتغدى ويستريح واحنا نجيبه لحد عنده، هيدور عليه فين؟ ده هو عايز عم الحاج متولي وابنه الشيخ محمد. قصده امين. طيب اقوم اشوف ايه العباره. بيظهر حكايه كبيره قوي. انت عملت ايه يا هلا؟ ما عملتش حاجه يابا. لما شيخ المعهد بجلاله قدره جاي البلد يدور عليك. انا لما رحت لام زغلول حسيت ان في حاجه مخبيين. ماني قلت لك يا متولي؟ يا واد قول لابوك كل حاجه هتبان. والله ياما ما عملت حاجه، ده حتى بعد الامتحان ما نزلتش الزجازيق من اصله، ده حتى الشيخ المهدي. انت لسه هتلت وتعجن؟ امشي غير هدومك عشان ما تاخرش عليه. يا سابل الستر يا رب. بجاني يا وادي اللي فاكرك فالح ومأمل فيك الخير، تطلع بالشكل دي؟ ده كل سنة بيطلع الأول يا مولانا. ايه ويجي في الشهادة ويخيب؟ سجد يا ريت، يا ريت وصاجة.
ده الشيخ الجرجاوي طالب يرفضه نهائيا من المعهد. أني يا مولانا مادة الحديث دي أحسن مادة جاوبت فيها، قول شطحت فيها، تستهين بالأنبياء وتعرض بيهم، ده اللي اتعلمته في المعهد يا شعراوي؟ لا إله إلا الله. الورقة دي يا أخوانا أنا ناجلها من ورقة الإجابة بتاعته. اسمعوا بيقول إيه؟ ليست منزلة الأنبياء تقتصر عليهم وحدهم، وإنما يشاركهم فيها الصالحون. استغفر الله استغفر الله والله العظيم. أمال ربنا اصطفاهم إزاي؟ استنى استنى لما تسمع بقية الكلام. بل إن بعض الصالحين اختصهم الله وأعطاهم ما لم يعطي بعض الأنبياء أنفسهم. استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. زلت لساني يا مولانا، أصله كان أيام الامتحانات تعبان وراجد في السرير، ما كانش عارف بيكتب إيه ولا بيقرأ إيه. لا يابا، أنا عارف اللي أنا كتبته كويس وقصده. لا إله إلا الله. وقصده كمان؟ لا، يبقى الشيخ الجرجاوي مع حق لما طلب رفضك نهائي من المعهد. بس أنا قلت أتأكد بنفسي أشوفك كنت كاتب الكلام ده في وعيك ولا لا. غلطة يا مولانا، قل من لا يسو. مش غلطة يابا، أنا كاتب كلام صح. صح صح إنك تحط الصالحين في منزلة الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول يا مولانا. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا سبحانه وتعالى وضع النبيين والصالحين في منزلة واحدة. ما شاء الله ما شاء الله. أني حاسكت عندي. طب تقول إيه بقى في إن ربنا سبحانه وتعالى إدى الصالحين اللي ما إدهوش للأنبياء؟ أنا قلت بعض الأنبياء وبعض الصالحين. بعض تقول فيها إيه؟ أقول اللي جه في سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قصدك سيدنا الخضر عليه السلام؟ يعني سيدنا الخضر كان أعلم من سيدنا موسى؟ أيوة، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ الكلام باين أهو يا سيدنا، ربنا سبحانه وتعالى إدى لسيدنا الخضر اللي ما كانش النبي، إدى له علم سيدنا موسى نفسه ما كانش يعرفه. ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح عليك يا أمين. يبقى إيه الغلط في اللي أنا قلته يا جماعة؟ عندك العين. حتى لو قلنا إن الكلام ده مقبول، يبقى فاتك الأدب مع الأنبياء. الواحد ممكن يقول اللي هو عايزه بس مش بالغشم ده. دي فاتتني يا مولانا، بعد كده مش هتحصل تاني. خلاص أنا حفوتها لك النبادي وهعتمد النتيجة، بس خد بالك بعد كده يبقى خدت الابتدائية. خدت الابتدائية يا هو. مبروك، ألف مبروك. والحفلة الكبيرة عندي هنا في الدار. أنا مش مصدقة يابا، بقى شيخ المعهد كله ما كانش عارف الكلام اللي قاله أمين الشعراوي. عارفه يا نبوية، وكلنا عارفينه. طب إزاي بقى ده حصل؟ أمين جاب الشيء اللي قدامنا وما احناش واخدين بالنا منه. إزاي بس يابا؟ يعني مثلا أمك تقولك ادخلي هات الطرحة من جوه، تدخل أنت تدوري يمين وشمال ما تلاقيهاش، أمك تدخل تجيبها على طول. أهو أمين كده. بس أمين صغير ودول كبار. لما ربنا يفتحها على حد مش محتاجة صغير ولا كبير. هو أمين صراحة حافظ كتاب ربنا من صغره ومجوده كمان. المسألة مش حفظه بس، كتاب ربنا بحر ملوش آخر ومليان خير، والغواص الشاطر اللي يطلع اللولي من البحر ده. إيه الفطيرة دي لك؟ أنا شايلة لإبراهيم منامه لما يرجع من غير. ناشفة يعني المرة دي؟ أنت بخلاني علينا بالسمن ولا إيه؟ مش أنا اللي عاملاه، دي جابتها من شوية أم زغلول. أم زغلول؟
سمعت باللي حصل في بيت الشيخ أحمد الطويل، جت تبارك لأمين. ربنا يهدي النفوس. بتقول إنها فرحانة قوي هي وكباسي، وبتحلف لو كان ابنها زغلول ما كانتش فرحت كده. الله أعلم. هو إحنا يعني كنا عملنا فيهم حاجة وحشة؟ ده لولانا ما كانش زغلول دخل المعهد الأزهري. أبوه دخله المعهد مخصوص عشان ما يبقاش أمين الفاكهة الوحيدة اللي في البلد. إحنا لينا اللي قدامنا. هنية تحلف إنها أول ما سمعت باللي حصل من أمين قضت طول النهار تجرى. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ربنا يكفينا ويكفيهم الشيطان. الناس يا أخويا قايمة نايمة على حكاية أمين الشعراوي. ايوه، وشيخ البلد ده بحولي عشان يوكل العالم. وفيه ناس دلوقتي لما بيسلموا على أمين بيبوسوا ايده. ايوه، وابوه ماشي في البلد يقول يا أرض مهدم عليك أدي، والشيخ الطويل كل ليلة يبعت يجيب أمين ويقعدوا مع الأعيان. الواحد يقعد أحسن يكن في داره. يا سلام، ليه بقى ياب؟ واحنا عاملين عملة ولا عاملين عملة؟ اسمع يا زغلول، اقعد ساكن ما تخليش أفيش يلو جواي. هوني قصرت في حاجة يابا؟ اني ناجح ومعايا الابتدائية الأزهرية، أنا زيه يابا. يا ريتك ما خدتها ولا دخلت المعهد من أساسه. العالم دلوقتي حاطك في كفه وحاطط أمين في كفه. واحد حيالله بيخش يمتحن بكلمتين حافظهم والتاني بقى عالم ووالي من الأولية. ولي دي الناس بس هي اللي مغرورة فيه. وهو في ولي يبقى فلتان كده؟ ده بيشرب دخان من ورا أبوه. ايوه يا ولي، بيشرب بدخان يا ولي؟ ايوه يا ده بيحرق له يجي علبتين في اليوم. ماشي يا ولي، بس مش انا عارف كلامك لهبل دي، انت متغاظ عشان مش طايل تبقى زيه كده يابا. طب انا مستعد اديك اسم كم واحد معنا في المعهد وتنزل تسالهم بنفسك. يشرب دخان من ورا ابوه. اغسلي الجلابيه السكروته عشان تلحق تنشف، انا رايح دار الطويل الليل. اوعى يابا تجيب سيره لحد ان انا اللي قلت لك على حكايه الدخان دي، انا وامين زمايل واصحاب ومش عايزه يبقى زعلان مني. الأخبار السكة اللي هيعملوها في بلدنا إيه يا بياضي؟ المشاريع الجديدة كلها نازلة اليومين دول وكل حاجة هتبان. ده كل مرة تقول اليومين دول اليومين دول. إحنا افتكرنا لنا عزوة في المساحة وحتجيب المستخبي. البياضي ماله ومال المساحة؟ البياضي ليه في الشعر وبس؟ طيب إيه أخبار الشعر؟ قصيدة جديدة عاملها احمد به شوقي في مولد النبي. ما شاء الله ما شاء الله. طب ما تسمعنا قال ايه؟ اسمعك يا سيدي. ولد الهدى عليه الصلاه والسلام، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. الله 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 الله. دي قصيدة تيجي 80 بيت، كل بيت أحلى من التاني. الله، طب ما تسمعونا شوية من الكلام الحلو ده. لا ده الشيخ أمين بقى هو اللي يسمعنا. نقلنا كام بيت كده من القصيدة وقول بقى. قول. جاءت فوحدت الزكاة سبيله، حتى التقى الكرماء والبخلاء. الله الله الله. أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى. يا سلام. فالكل في حق الحياة سواء. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. دي قصيدة 82 بيت عملها شوقي بيه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي. عمل قبل كده سلو قلبي ونهج البردة، ودي التالت واحدة. طب ايه رأيك يا أمين في حكاية مولد النبي؟ في ايه يا عم قبيصي؟ أصلاً مرة كنت بصلي في سيد إبراهيم الدسوقي وسمعت الخطيب وهو بيقول ان احتفال بمولد النبي بدعة ملهاش أساس في الدين. ايوه يا أمين، واني برضو سمعت كلام زي ايه وانا بصلي في مسجد السيد البادوي. ازاي الاحتفال بالمولد النبوي بدعه والرسول عليه الصلاه والسلام اول من احتفل بمولده؟ جريه يا امين،
انت حتشط ولا ايه؟ ولا حكاية الشيخ المهدي دي جمدي قلبك؟ لا اصحى يا امين، مرة تصيب ومرة تخيب. يا ابو زغلول، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصوم يوم الاثنين، ولما سألوه اشمعنى يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه. الله يكرمك. ايوه بس اللي بيحصل الايام دي ما هو الصيام ده، طابل وظام، وفي ناس بتروح تجيب الغوازي يرقصوا. ايوه يبقى الغلط مش في الاحتفال، الغلط في الطريقه اللي بنحتفل بيها. يعني لو نخلي يوم زي ده نصلي فيه ونزكي ونصوم ونذكر الله، مش يبقى خير ولا ايه؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك كمان كمان. الله يفتح عليك يا امين، الله يفتح عليك. الله 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 على الكلام الحلو. ايه الكلام الحلو ده؟ ده انت تستاهل عليه سيجاره تعفرها وتعمر بيها دماغك. خد يا امين. امين بيشرب دخان. قول له ياخد السيجاره بتولي، قول له ما فيهاش حاجه، الشباب ياما بيعمل، وان كان على كده بسيطه ما فيهاش حاجه. قول له يا ما تولي ياخد سيجاره. خد يا امين خد، ولا اخليها لك تحبس بيها بعد العشاء. انا ماشي عشان ياخد راحته. اخبار يا بيرسي، مش هتبطل الحركات النسخه بتاعتك دي؟ خليت متولي زعل وسابنا ومشي. مش قصدي، لاني فاهم يعني ان متولي عارف ان امين بيشرب دخان. يشرب ولا ما يشربش، البلد كلها رافعة راسها بالشيخ امين الشعراوي. ما اختلفناش، القريب والغريب بيقول كده واحنا مش بنعيب فيه. ده حتى جرجس شماس كنيسة العذراء بيشكر فيه دايما، حكم هم حبايب ما بيفرجوش بعض ابدا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. الله ينور عليك يا امين. انت سبتنا ورحت فين يا متولي؟ كنت بجيب طلب لامين. انا ما طلبتش حاجه يا ابو. لقيت جبريس بيعزم عليك بسجاره وما انتش عايز تاخدها، قلت الصنف ما عجبكش، جبت لك سجاير ملك مصر احسن دخان. خد. ما بتسمعش الكلام ليه؟ وقتي تقدر تكمل اللي كنت بتتكلم فيه. ولو واخد العالمية اضربه وافلك دماغه كمان. لا يا متولي. ليه بس يابا؟ هو انا عملت ايه؟ داخل الدار وفي ايدك سيجارة يا جليل الادب. يابا ده انت اللي شاري العلبة ومديني السيجارة. صدقت يا جليل الحياة ان عايزك تشرب دخان؟ امال جبتها لي ليه؟ جبتها عشان اخزي العين عنك وعني. لكن يمين بالله العظيم لو شفتك بتشرب دخان بعد كده لكون رزعك العلقة في المجلس قدام العالم دي كلها. هات العلبة. طيب حاضر. هات العلبة. حاضر. هي برب الفلق، العين وحش، البلد كلها شهقت فيني، لكن الحمد لله اللي جت على كده. تعال هنا. خلاص يابا مش هشرب سجاير تاني. طول ما انا عايش الدخان ده ما تجيش ناحيته، لما اموت ابقى اعمل اللي انت عايزه. Thank you.
شاي. بدري يا تعالي. اي سيب اللي في ايدك دلوقتي، خد وهات لي ورقه الدخان دي للعربيه اللي هناك واقفه على الطريق دي. فيها ايه الورقه دي يا بدون؟ فيها ايه؟ دخان. هيكون فيها ايه يعني؟ عفريت. طب ليه؟ يا بنت اللي اشتغل عندي ما يقوليش ايه ولا ليه ولا ينطق بتلت التلاته كام؟ فاهمه؟ يلا يا بنت نجرد ديله الورقه وتعالي. بقول لك ايه؟ المعلم اللي قاعد ورا ده تديله الورقه هيديك الفلوس تجيبيها على طول. نجري يا بنت العربيه واقف اجري. طيب. قول يا امين ما تزوده شوي، ده لوحده في الغرب. انا كلها كام يوم وهكون عنده في الزجازيك اشوف طلباته ايه. هاخد ده كله اعمل بيه ايه بس يا امه؟ يا ضناي، هو انت بتاكل لوحدك؟ خلي زمايلك ياكلوا معاك. ربنا يخليك ليا يا امه. مفيش دعوه كمان لابوك. ربنا ما يحوجك ليا يا امه. اشمعنى ليك يعني؟ هي دي الدعوه اللي قدرت عليها؟ وهو انت يابا لو احتجت حاجه مش هتطلبها من ابنك اول واحد؟ لما ما تحتاجش ليا يبقى مش هتحتاج لحد. لا ليك ولا لغيرك. يلا خد الركوبه توصلك الطريق الطوال، بس تبعتها على طول، عندنا شغل ياما في الغيط اليومين دول. خليها يابا وانا اروح كعابي. لا باللي انت شايله ده. لا يا امين انت ابدا من غيرك، بس انا عايزك تشد حيلك السنه دي، الثانوي اشد من الابتدائي. التسهيل على الله. إن شاء الله هيطلع البرنجي زي عادته. الحكاية مش حكاية دراسة وبس يا حبيبة، أنا عايزك تمشي عدل. خلاص يابا حكاية الدخان دي خلاص. مش حكاية الدخان وبس، حاجات تانية كتير. قصدك إيه يابا؟ البندر غير البلد عندنا هنا، البندر سايب شوية. أنا مش فاهم يابا أنت عايز تقول إيه؟ هناك النسوان والبنات والكلام الفارغ ده اديني جبتها لك على بلاط اهو. انت بتقول هي بتولي؟ لا يا اخوي، امين يعرف ربنا ويخاف من الحرام. امين انت خلاص راجع زجازيك؟ انت بتعملي ايه هنا؟ دي العزبه اللي بتشتغلي فيها طول النهار؟ اهو كله اكل عيش. الصيفيه خلصت وما شفتكش كم مره. ما انت الشغل واخدك. طب اسال انت، هو ما كانش عيش وملح؟ قصدي عيش وسكر. هو انت زعلان مني يا امين؟ وانا ايه اللي بيني وبينك عشان ازعل ولا ارضى؟ انت عارف يا امين، يعني لما بسمعهم في البلد بيتكلموا عنك ببقى فرحانه قوي. اقول لهم ده الشيخ بتاعي اللي حفظني كام سوره من كتاب الله. تعرف يا امين اني كل شويه اقولهم علشان ما انساهمش. يا ريتك بس عملت بيهم. واني بعمل حاجه وحشه؟ انت بلغك عني حاجه؟ حاكم بلدنا دي كلامها كتير. انا بتكلم عن اللي قدامي. دي شكل واحده تخاف ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يدنين عليهن من جلابيبهن، وبيقول يضربن بخمرهن على جيوبهن. لم شعرك واستري نفسك شويه. انت عندك حق، انا ما عدتش هلبس كده تاني. ايه اللي شغالك عند ابو دوم؟ ما لقيتيش غيره تشتغلي معاه؟ انا لما سمعت ما صدقتش نفسي. انا عارفه اللي في دماغك، بس ما تخافش علي، اني بصلي وبقرا القران اللي انت حفظتهولي، والشيطان ما بيجيش ناحيتي. يتشطر بس على بدوم، انما اني لا. الشيطان مش هيتعب روحه ويفسد الفاسد. الشيطان بيدور على اللي فيه شويه خير عشان يبعده عنه. ده كلامك حلو قوي يا امين، بس ما حدش بياخد بيه. تشتغلي عند ابو دومه يعني ما سمعتيش اللي بيتقال عليه؟ كل ما يطلع من السجن يرجع له بعد كام شهر. انا عارفه ان شغلي عند ابو دومه غلط، وكل يوم بدعي ربنا ان يتوب عليا.
الواحد يتوب الاول عشان ربنا يتوب عليه. الارض عايزه انفار، ما تشتغلي في الارض. اخد تعريفه في اليوم يعمل ايه بس يا امين؟ ما انت عارف امي راكده دلوقتي خالص وبتاخد دواء في الشهر بخمسين ساغ. ربنا قادر يشفيها، لكن انا يوميتي عند ابو دمى خمس قروش. عمر الحرام ما هينفع يا بدري. هي الفلوس اللي باخدها منه دي حرام؟ على الاقل فيها شبهه. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول فاتقوا الشبهات. لا لا، ده ظلم وافتراء يا امين. صدق باشا ده مش شايف حد غيره في البلد ولا ايه؟ لا تسأل الظالم لماذا ظلم، ولكن سأل المظلوم لماذا قبل الظلم. يقوم يلغي دستور 23 ويعمل الدستور اللي على مزاجه. لو احنا ما حافظناش على الدستور بتاعنا يبقى ما نستحقوش. يا امين يا امين، ده ناوي يعمل انتخابات مزورة عشان يتقال ايه؟ بصوا الشعب اختار الدستور بتاعه. مصر كلها هتقاطع الانتخابات، وليك عليا دجدوس بلدنا ما حدش يوميها يخرج من داره. لا، المقاطعه مش كفايه يا امين، المظاهرات لازم تولع البلد كلها عشان الحكومه تفوق وروحها بقى شويه. انا هشوف الحكايه دي مع طلبه المعهد وطلبه المدارس الثانيه اللي في الزجازيق. ده هتلاقيه البقوري، انا جاي له يفيد عليا عشان نرتب الموضوع ده. ماليش الا البقوري. اهلا يا ام مروه، خير ان شاء الله. لا مؤاخذه، معلش مروة برضو مش عارفة تحل مسألة الجسم، ينوبك صواب حد منكم يفهمها لها. حاضر يا أم مروة، هاتيها هاتيها. بعدين بقى في مروة وامها هفضلوا كل شوية داخلين خارجين. يا مين يا أخويا، دول جيران والجار له حق علينا، وبعدين احنا مش هنعطلك. أنا هفهمها المرة دي وخليك أنت في مذاكرتك. وأنا عامل على المذاكرة؟ أنا بتكلم في الأصول. أنا وأنت شبال لوحدنا، وبت زي دي وامها كل شويه داخلين وخارجين. والله انت عندك حق يا امين. بص احنا نفهمهم بالزوج ان احنا ورانا دروس ومذاكره وعلينا واجبات كتيره في المعهد ومش فاضيين بعد كده. ها تحبوا اطبخ لكم ايه النهارده يا مشايخ؟ حلو، جاب سيره الاكل. يا ريت بقى يا امين تعمل لنا صينيه البطاطس المفحفحه بتاعتك دي، حاجه كده ترد الروح. ماشي يا اخويا، وانت عليك اللحم. اشتري لحمه يبقى مش هاكل. سلام عليكم. خلاص يبقى على المحاضرة يا اخوي. الله. ايه يا امين، انت زعلان مني في حاجه ولا ايه؟ وانت عملت حاجه تزعلني؟ امال مالك يا اخي، واخد جنب مني كده وملموم على البقوري وعبد اللطيف وكم واحد كده ما شفناهمش الا السنه دي. الواحد بيختار صاحبه اللي يريحه يا زغلول. ايوه يا امين، بس انا وانت ولاد بلد واحده ومتربيين سوا من ايام الكتاب. انت حتى العشره ما تهونش غير على اولاد الحرام يا اخي. صح يا زغلول، العشره ما بتهونش غير على اولاد الحرام. لا انت بتكلمني كده ليه؟ تكونش فاكر ان انا اللي قلت لابوك على حكايه الدخان؟ انت نفعتني، قصدت تضرني لكن نفعتني. استغفر الله العلي العظيم، انا اقصد اضرك يا امين؟ طب احلف لك به يا ظالم. ما تحلفش ما تحلفش ما تحلفش يا زغلول، ما يبقاش ذنب معايا وذنب مع ربنا كده. طب انت عارف مين اللي قال لابويا على حكايه الدخان؟ بعدين يا زغلول بعدين. لا مش بعدين بقى يا امين، دلوقتي. انت فاكر يوم ما كنا قاعدين تحت التوته العراس الغيب بتاعني؟ ركز معايا، ساعتها بقى الواد مسلم كان معايا. بعدين يا زغلول بعدين، عشان نلحق الفصل. ماشي يا امين، انا هجي لك البيت واقول لك على كل حاجه. اي مش هسيبك يا ام مروه. ما ينفعش كده المره دي وبس، ينوبك ثواب، عندها امتحان بكره. ايه بس اللي ما انتيش فاهماه؟ طب انزل انا اشوف اللي على النار. لا اقعدي اقعدي. المسألة دي وريني. لو كان عندنا أربع برتقالات وعايزين نقسمهم على أربعة، كل واحد ياخد كام؟ يبقى كل واحد ياخد واحدة. عظيم. ولو كانوا ثمان برتقالات؟ كل واحد ياخد اتنين. عظيم. ولو عندنا 12 برتقالة، كل واحد ياخد كام؟ انت مستني حد يا امين؟ تلاقيه زغلول فرصه وجياله على الطبطاب عشان يوصلها لابويا ويولعها من تاني.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبويا اتفضل يابا اتفضل. نستأذن احنا. يلا يا مارو. اتفضل يابا اتفضل. دي مروه وامها جارتنا ساكنه تحتنا، بنتها ما كانتش فاهمه مساله في الحساب فجابتها عشان افهمها لها. واجب برضو، النبي بص على سبع جار. وانت عامل ايه في الدراسه؟ تمام يابا. ده عبد اللطيف زميلي ومعايا في السكن. طيب شد حيلكم. انت هتمشي يابا؟ ايوه، لازم اوصل البلد قبل العتمه. مش عايز حاجة؟ طب اقعد حتى خد لك كوباية شاي. لا، أصل كنت نازل الزجازيج أشتري جمل، والجمل تحت في العربية. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. مع السلامة. يا سلام يا أمين، والله أبوك ده راجل طيب. تعرف لو كان أبويا أنا كان زمانه صوته جاب آخر الشارع. لو كان أبويا زعك كنت ارتحت. إنما الحال ده ما يطمنش. بس شكله لا زعلان ولا حاجه. انت اصلك ما تعرفش ابويا، الحكايه كده مش هتعدي بالسهل. على العموم انا نازل البلد اخر الاسبوع واعرف ايه اللي فيها. ما عدتش راجع الزجازيج قبل ما تتجوز. قول ان شاء الله يا متولي، ربنا يديك العمر تفرح بيه وبولاده. الجمعه دي تختار العروسه، والجمعة اللي بعدها نكتب الكتاب. تاخد لك يومين ثلاثة اجازة تدخل فيهم. انت بتتكلم جد يابا؟ اختار اي واحدة تعجبك في البلد وانا اخطبها لك. يابا انا لسه واخد الابتدائية، حتى الكفاءة ما خدتهاش. اللي اقوله حيمشي يا امين، مفيش داعي تناجرني في حاجة ما فيهاش كلام. انت بتقول ايه يا متولي؟ عاوزه يتجوز دلوقت؟ مش عايزة تفرحي بعياله؟ لا يا اخوي، بدري على الكلام دي. اللي يتجوز بدري مش بيخلف ابن، لا، بيجيب اب يرعيه في العجز. انا ادرى مصلحته. واللي هتجوزها دي اوكلها منين يابا؟ انا مسؤول عنك وعنها. ما تقول لي على اللي في بالك يابا. كل ده عشان لما جتني الزجازيج لقيت مروه وامها عندي. احلف لك بالله العظيم ما في حاجه بيني وبينهم. انا مش هستنى لما تحصل حاجه. جوازك يصونك وانت في البندر. ايوه يابا، بس يعني ما جاوبتنيش على سؤالي. أني واحدة في البلد تعجبك أخطبها لك. أنت جرالك إيه يا بتولي؟ هو أنت كلامك جدع لازم يتنفذ؟ استنى عليه كم سنة. ما تناجشنيش في حاجة أنا مقتنع بيها يا حبيبة. ها رد عليا، اخترت مين؟ مادام عايز تجوزني غصب عني اختار أنت اللي تعجبك. لو كانت شريفة بنت ابن عمتي ما اتجوزتش من كام شهر كنت خطبتها لك. الحمد لله أنها اتجوزت، لكن أنا في راسي واحدة تانية. نبوية بنتك وأمين ابني، بس مش لسه بدري على الموضوع ده؟ كل ما بدرت كل ما باجي الخير أحسن. أمين لسه تلميذ ومشواره طويل. أنا متكفل بكل حاجة. بس يا متولي أنت عارف نبوية متدلعة على الآخر وما هيش حمل مرنطي. حبني لها أوضة في دارنا عشان تبقى على راحتها، ولما أمين يبقى في الزجازيج تبقى عندي ولا عندك ما تفرقش، والخميس والجمعة تبقى مع جوزها. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أصب لك الشاي يا متولي. سكي على الشاي دلوقتي يا نبوية وهاتلنا الشربات. مش عشان جربتي حبخاسها حقها، من الصلاح دفع في شريفة بنت ابن عمتي 20 جنيه، أنا باجي هدفع أعلى مهر النبوية اندفع في دجدوس 30 جنيه. جرى إيه يا صابر؟ أنت مش طول عمرك بتقول أمين ده ما فيش زيه؟ إذا كان علي أنا موافق. يبقى ناقص إيه؟ نجرى الفتحة. اصبر شوية يا متولي، لازم ناخد رأي نبوية وأمها، الشرع بيقول كده. المصلحين الصالحين.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.